العيش المكسيكي ازاي نطلع منه حاجه محترمه جدا. اول حاجه عندي بجيب عندي فورمه الكبس كيك دي بجيبها وببدا ان انا ادهنها زبده، تمام، بدهنها زبده. طيب بعد كده عشان برضو اديني طعم حلو قوي، بعد كده بجيب عندي الخبز بتاعنا وببدا ان انا اجيب اهوت الخبز. طبعا هو بيبقى ايه، بيبقى في الفريزر، فانت حضرتك على قد ما تقدري انت تطلعيه بره وتخليه حل او تدخليه الميكروويف شويه. وببدا ان انا اجيب قطاعه، تمام، وببدا ان انا اقطع عندي الكلام ده كله. ممكن ايه والمقادير قدام حضراتكم على الهوا. طب يا عم محمد العيش الباقي ده هنعمل بيه ايه؟ هقوم شايله كده، هقوم مقطعه وهنعمل بيه الفته بتاعت العدس، يعني مفيش حاجه هتترمي خالص من عندنا، تمام. طيب هناخد برضو كام واحده كده تانيين، فممكن احنا نعمل ايه بقى عشان انجازا للوقت، نقوم جايبين اتنين فوق بعض ونبدا ان احنا بس نحطهم عشان ايه القطر، امشي على القطر مظبوط وتطلع الحاجه في الاخر دائريه. بقوم جايب دي كده اهوت، بسم الله، وبتنزلي واجيب ايه السكينه كده، طرف السكينه، وامشي على الحروف اللي انا حددتها ديت عشان في الاخر تطلع لي الشكل الراوند اللي انا محتاجه. اهو طلعنا اهو الثلاثه كمان اهم، نفس الكلام هنا برضو، اقوم واخدها وانزل، او عايزه تسيب الفورمه كده وتقطعي عليها كده من بره برضو مفيش مشكله، تمام، بطرف السكينه وتمشي عليها. وزي ما اتفقنا الخبز ده مش هنرميه، احنا هنستخدمه في حاجات تانية اللي هي شوربه فته العدس، فنحطه مع الخبز عندنا. طيب ببدا اجيب ايه بقى، بقوم جايب هنا في النص دي واقوم واخدها كده من النص واقوم ايه ماشي فيها للاخر، ودي نفس الكلام اعمل فتحه من هنا كده اهو. طب ليه عملت كده بقى؟ عشان لما اجي امسكها واحطها في فورمه الكب كيك تخش على طول، هنشرح دلوقتي تاني. بصي شفت الفتحه اللي انا عملتها ديت اهي، فتحه من هنا وفتحه من هنا، بحيث لما اجي ادخل دي في الكب كيك بص بتبقى عامله ازاي، تاخد شكل المولد بتاعنا اللي انا محتاجه، تمام كده اهي، كده برضو نفس الكلام. طيب هو انا لو ما عملتش القصه دي ايه اللي هيحصل؟ بص خليه بكلي معايا، بص دي خدت شكل الفورمه الكب كيك على طول. طب انا لو ما قصتش بص هتبقى ايه، صعبه قوي بقى. طب ازاي هنملى الحاجه؟ فهتلاقي العيش مش هتعرفي اللي انت تسكنيه جوه الفورمه، فعشان يتسكن من جوه الفورمه نفسها فبعمل الحركه دي اللي هي ايه تاني، بمسك من هنا كده من عند التلت الاخير كده واقوم قص بالسكينه، ونفس الكلام من هنا برده من عند التلت الاخير واقوم قص بالسكينه. عايزه تعملي تلت تاني كده برده مفيش مانع خالص، عشان لما اجي اسكن كده تلاقي الموضوع سهل وبسيط معاكي اهو. بعد كده بنعمل عندي الحشو، بجيب عندي روز بيف او عندي اي نوع من انواع الايه اللحوم، او عندي فراخ مشوحه، عندي لحم مفرومه، بصي اي حاجه. شفت فكره السبرينج رول؟ بالظبط هي الفكره، بس اعملها لك بشكل مختلف تماما. دي هتخش الايه الفرن اهو، تقوم جايبين دهيت ناقص كام واحدة؟ ناقص اتنين. هقوم واخد خبز واحد، تمام، واقطعه نفس الكلام هنا برضو، اقوم واخد خبز واحد واقطعه واشيل عندي الزيادة اللي موجودة هنا. والعيش ده اتفقنا اللي احنا نوديه فين؟ في الفتة اهو، دي كده ودي كده، تقوم واخداه ومسكناه جوه. ولما تلاقي العيش ده اصلا فيه يعني فيه تفريز ولا حاجه حضرتك بتقوم واخداه وتقومي حطاه عندك في الميكرويف شويه، او تسيبيه بره في الجو هيطلع مظبوط ومعاكي 100%. الفورمه اتعملت خلاص، تمام، قوم راكنينها كده جانبا، ناخد العيش ده نغلفه ونحطه تاني في الفريزر نسكنه مش هيحصل له اي حاجه. بجيب عندي روز بيف والمقادير نزلت قدام حضراتكم، او تركي مدخن، او زي ما اتفقنا فراخ مشويه عندك كده اتنين يعني قطعتين اتنين فيليه ولا حاجه، بتاخديها وتديها البيض البصل والملح والفلفل وتشويها، وبعد ما تشويها حضرتك بتقومي واخدها مقطعاها مكعبات وتشتغلي بنفس الخلطه اللي احنا هنشتغلها. بقطعهم عندي دي مكعبات صغيره الروز بيف، حاضر، مكعبات، تمام، عشان تخش جوه الحشو نفسه.
بعد كده بقوم جايب ايه بقى، بقوم جايب عندي البولة اللي انا هبدأ اشتغل فيها، اقوم حاطط فيها الروز بيف بتاعنا اللي انا مقطعه عندي مكعبات اهو، ضايفه كله هنا، وضايف عندي البصل الاخضر، حاطط عندي بصل اخضر، وجايب عندي بقدونس، نفرم شوية بقدونس مفرومين، بعد ما فرمنا البقدونس نقوم واخدينه وحاطينه عندي على الروز بيف. اكله مزاج المزاج، فلفل الوان اقطعه عندي برضو مكعبات صغيره، تمام. هقطع الاول جوليان، وبعد كده ببدا ان انا اقطعه، اقوم واخده كده بالعرض ونبدا ان احنا نقطعه مكعبات صغيره. بعد كده بقوم واخد الخليط ده كله مع بعضه، وببدا ان انا يعني اعمله ميكس مع البيض، عندي 3 بيضات اهو، واجيب عندي معلقه ونبدا ان احنا نقلب الخليط ده كله مع بعضه. عندي حاجه زياده ممكن اضيفها، يعني ممكن اضيف عودين 2 كرات هيودوني في مكان تاني خالص وتست مختلف تماما، برضه نضيفهم يدوني طعم حلو قوي، كرات بلدي. من عشاق الكرات البلدي في كل الاكلات، يعني بالذات في الشرب كرات لا غنى عنه. قطعناه كده، بعد كده بقوم واخد عندي البيض واقطع، جايب 3 بيضات ومكسرهم. حاضر يا استاذ جمال، حاضر يا استاذ جمال. وبعد كده بقوم جايب عندي شويه من الفلفل الاسمر، واقوم جايب عندي شويه من الملح شويه صغيرين، واقوم اقلب الخلطه دي كلها مع بعضها، وببدا ان انا اعمل ايه بقى بعد ما قلبتهم كده مع بعض، اقوم واخدهم واقوم حاططهم في الفورمه، واحط على كل واحده جبنه شيدر مبشوره. دلوقتي اول حاجه العيش، بعد ما حطينا الحشوات الحشو فيه تمام قدام حضرتك اهوت، بتسيبيه بقى طبعا يتماسك الاول مع بعضه، والعيش يبدا يتحمص، وبعد كده هنبدا نضيف له الجبنه اللي تشيدر من فوق، يعني مش دلوقتي خالص، شويه كده الاول على ما الخليط يمسك مع بعضه. العيش من ضمن الحاجات اللي انت تاخدي بالك منها وانت بتعملي الاكل، لازم الحاجه تبقى مستويه كلها 100%، تبقى في معادله في السوا، يعني ما ينفعش تحط الجبنه الاول، الجبنه الاول والذات الشيدر هتاخد تسويه زياده، فلو خدت تسويه زياده هتشد منك لما تيجي تاكليها، فالموضوع يبقى واحده واحده، تدخلي الحاجه الاول وتسيبها تتحمص شويه يتماسك مع بعضه الحاجات الخليط اللي انت عملتيه او الحشو، وبعد كده نبدا نحط عندنا الجبنه. يا مدام ناني ريحته تحفه، العيش ده بالخبز خلاص بدا يمسك اهوت، والبيض بدا يسوي الحاجه جواه. معلش يا مدام ناني اتصلي بينا تاني. بقوم واخده عندي بقى على طول، وببدا اديله الجبنه اللي تشيدر بتاعتنا. ناخد الكلام ده كله ونروح فين عندي. السلام، شفت الكب كيك عامل ازاي، والجبنه الشيدر سايحه عليه من فوق والشغل العالي، وبدا اللي هو يتحمص، ده اهم حاجه عندي، اللي العيش بص ياخد لون، ولما اجي افتحه كده من هنا هطلعه كده بص الاقي ايه استوى برده من تحت، ده اهم حاجه ما يبقاش ابيض. فابدا ان انا ايه اسيبه عندي على النار لحد ما يبدا اللي هو يكمل التسويه بتاعته. ما شاء الله استوت. هذه الحاجه بعد ما استوت ان شاء الله تستمتعوا بيها قوي. حط عندي العيش هنا عشان نبدا نحمصه. دي الحاجه ديت بص، بعد ما اتحمصت بقى تاكلي حاجه محترمه قوي على الفطار او العشاء. يعني الكب دلوقتي بدا يهدى شويه وخدناه، ده دلوقتي بنبدا ان احنا نقدمه عندنا، بنشيله خالص بالراحه خالص تمام، وبنبدا ان احنا نقدمه بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، تاكلي صوابعك وراه بالهنا والشفا.